مساكم الله بالخير، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا شروة حلوة ورخيصة لكن مختلطة، وأيضا بعض العلب وسخة وبعض الأحذية أصلا لقيتها هي وسخة. المهم نفتح البضاعة ونشوفكم إياها. عندنا 900 زوج من الأحذية النسائية، 900 زوج ب 1800 دولار، الزوج بدولارين فقط. تعالوا نشوفكم أول مرة الكراتين وبعدين نرجع على النماذج. هاي الكراتين مالتها. يا الله باوة. شوف شلون حلو، هذا يصير شفاف من هنا، شفاف باوة. شوف هذا شويه وسخ منه. الاحذيه مختلطه، مختلط موديلات وايضا مختلط قياسات. هذا الموديل روعه، مكتوب عليه حتى بالعربي. شوف هذا شلون حلو شفاف. سولي هذا الموديل كقطع كعفو كموديلات هالشيء كلش حلو، لكن بضاعة هاي مكسرة مو ستاندر، يعني موديلات جدا كثيرة. يعني ايش قد ما انا فتحت قبل شوية، فتحت وفتحت وفتحت وطلع عندي كلش هواي موديلات. بقى هذا هذا 900 زوج ب 1800 دولار. راح ارجع لكم على الكرتون اللي فتحته قبل شويه حتى اشوفكم ايش قد موديلات، موديلات جدا جدا كثيره. باو. باو. هذا قاعدة وسخة شوية من هنا، يعني وسخة ما لازم ايد، يعني ما الأحذية ما بيها مشكلة لحد الآن، ما لقيت بيها مشاكل. العلب طبعا كلها تراب، باع التراب، العلب كلها تراب. شوف قياسات مختلط من 35 إلى، هي من 35 طبعا الى 40، بس هذا الحذاء اللي بيدي 32 مكتوب عليه، ليش ما اعرف، يعني احتمال داخله بناتي. واو هذه قطعه حلوه كلش. نظافه البضاعه مو 100%، يعني مو بضاعه بها مشاكل، بس يعني مثل ما تشوفون العلب وسخه، ممكن بعض الاحذيه تلقاها من الداخل وسخه. هاك شوف، بس هذا نظيف 100%، بس انا صارت ايديا وسخه من العلبه، يعني حتى اذا لزمها راح يتدمر. شوف هذا كلش حلو، لزمه من جوا. واو جميل جدا، صحيح؟ كلش حلو. على دولارين تاخذ الكميه كلها. بضاعة مكسرة مثل ما شفتوا، مجموعة موديلات كثيرة. أنا هنا عندي نماذج، خلينا نفتر على على النماذج وأشوفكم إياها. باوع شوف هذا شلون حلو. شوف هذا، هي هاي البضاعة راح تجيك، ما عندي غيرها، هي كلها 900 زوج ب 1800 دولار، الزوج ب 2 دولار فقط. باوع هسه هذا، لأن إحنا أصلاً إيدينا وسخة واللزمة يتدمر. باوع باوع. شوف هذا شلون حلو، شوف هذا هذا. شوف هذا
هذا مدمر منه. هنا يعني مرات واحد يقول لي ياسر ليش ما تطلع عليها عامل يجيب له وصله ويمسح ال 30؟ المشكله كل شيء محسوب علينا، الوقت محسوب علينا، المستودع ما بي مجال، الفلوس ما تكفي، فاذا جبت عامل وسويت كذا ما يصرف لي بعد الدولارين، لازم ابيع بدولارين وربع اقل شيء، عرفت شلون؟ فانا احب ابيع بسرعه بسرعه، لازم بسرعه بسرعه لان المخزن ما بي مكان، وايضا فلوس ما عندي، يعني هاي اكثر شيء صراحه بضاعه المستثمرين، ما عندي يعني ما جاي تكفي الفلوس. باوع. ولهذا سبب بيع رخيص، يعني تنزل البضاعه بسرعه ابيعها بسرعه. بعد اكو موديلات، اي موديلات جدا جدا، هو كل هذا الشفته راح يجيك. ليش؟ لان هي شروه هاي، يعني هي نفسها الفتحه راح تجيك. فشايفين الف خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله. كل هذه الكميه بيش 1800 دولار، 900 زوج، الزوج بدولارين. شايفين الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله، مع السلامه.